Et voilà, ça commence, je commence à filmer. D'abord, le Hajra de Ghannam. Ad Ghannam, quel lavas, allez, un de Hajra, yak. Bon, c'est le Mataka le Maroufa Belhafa. Hadou les Dart Ali, ou Akhir Marra. Heureusement, on m'a dit que c'est le Jérôme. Allah, il m'a dit que c'est le Hajra. حنا شعب مدمر ما عرفتش علاش كيعجبناش نشوفوا شي حاجه مزيانه بون لا اعمم كاين دراري صغار كاين هذا ولكن راه حنا خاصنا شويه تربيه صافي راه ماشي شي حاجه شجيرات يتهرسوا نعاود نغرسوهم يتهرسوا نغرسوهم حتى داك اللي كي هذا نولفوا يشوف داك الشجيرات ملي ولف هو يقول لي يحتال عليهم ويحافظوا يحافظ عليهم Alors, une très belle vue. من هادو المقابر شي كيقول فينيقية شي كيقول إغريقية شي كيقول رومانية شي لامبورطون سي فعلا أنهم عبارة عن مقابر والشكل ديالهم هو واضح دابا يبسو في الشتا كيكونوا عامرين بالماء الاختيار ديال هاد المكان لحفر هذه المقابر وسط الصخور هذا في الحقيقه ربما عنده شي تفسير لا اعرفه نتمنى من شي واحد انه يدير لنا شي كومونتير يكون مفيد داكور و حدك تما طونسيون وامامنا ميناء ميناء القديم الجديد هذا الميناء ديال الصيد البحري وهذا وفي الجهه الاخرى بون الرؤيه ما وضحش اليوم مزيان بحكم شويه ديال بون شويه ديال الضباب درجه الحراره مرتفعه شويه من الصيد البحري في الجهه الاخرى المنار اللي يدو لو دروبوتي وحدنا واحد السفينه ديال المسافرين هادو لا لين طونجي طريفه تقريبا دابا في الصيف على راس كل ساعه تقريبا كيخرج يجي واحد مساله اخرى هي لا ديوري دو فواياج حسب ما هو معروف ما بين 35 وساعة دونك 35 دقيقة وساعة على حسب الحالة ديال البحر على حسب السرعة ديال حمولة السفينة إلى آخره وهذه المنطقة ديال الحافة وهذا البناء العشوائي في يامة الانتخابات راكم كتعرفوا كتوقع السيبة والتسيب والترامي ودابا هادو كيوليو مشكل انهم كيشكلوا منظر بشع بيان سور ما كنتحدثش على المواطنين باش ماشي واحد يقول لك حتى هو حقهم يعيشوا ولا حتى انا كنقول من حقهم يعيشوا انا كنتحدث على جماليه المدينه داكور باش نكونوا واضحين لا اتحدث عن حق المواطن في السكن هذا حقه حق دستوري حتى واحد ما كيمنعو منه مي نفكروا شويه عاود في هذا الوطن هذا ما نبقاوش كلشي كينهب فيه كلشي كي الوغ الحافه ما نقدرش نزيد لان هنايا المنطقه هابطه بزاف وربما كاين انزلاق تتمه ديال الديور اللي تحدثت عليهم واللي في الحقيقه ما انتم زعما الواحد اللي كان شويه موضوعي يقول لك هادو ما هذا المنظر هذا ما خصوش يبقى يبقاو السكان ولكن ما يبقاش هذا المنظر هذا طريقة انا ماشي اختصاص ديالي كاين الناس اللي كيرشحوا راسهم جيبوا لنا شي مشروع يجتهدوا شويه شو رجع للجماليه ديال المنظر يعني في الواجهه الاخرى من البحر الابيض المتوسط دابا كاين ما كاينش الرؤيه واضحه ما كتظهرش الاسبان ولكن في الايامات العاديه راه كتكون واضحه للعيان لو كونتر جور بيان سور ما غاتبانش الصوره سي ان كونتر جور
اوكي نزيد شويه، هنا كاين واحد شويه ديال الخطوره، لان هادي راه مسميه الحافه، الا زلقتي هنايا هزك الماء، هزك الماء هادي غيعرفوها غير المغاربه. اذا كان شي عربي كيشوف لا فيديو سمع هذا هزك الماء نشرحها له. هزك الماء هي شنو كيقولوا هزك الماء، وش عطاك الضوء او ضربك الضوء، يعني رحمة الله عليك، هذا هو المقصود. ولكن المنظر البشع ايضا هنايا، انا جيت نوريكم المنظر ما هو ايجابي ما هو سلبي. هاد التراكمات ديال الزبل اللي كيرموا الناس هنايا زعما عيب وعار. واحد كيجي يشرب ليموناد كيتبرد تمتع بالمنظر وكيرمي الزبل ويمشي في حاله. لا بروشين فوا غادي تجي غتشوف الزبل صافي. انا كنهضر مع هذاك اللي كيرمي الزبل، وهذوك هما بو الزبال، هذوك هما اللي مكرفسين على هاد البلاد هادي، كيفكرش انه غادي يرجع. فهادو فحالاش فحال داك اللي كيدخل الطواليت كيخليها نقيه وكيخرج يخليها مزباله وخارج فرحان. يا الموسخ عاود غادخل لها اون دوزيام فوا، دور على بيزوان بيولوجيك، راه غادخل حتى هنا غادي تجي مره اخرى، غادي تزير، غتحس بشويه ضيقه، تقول راه نمشي نشوف البحر، اش غتشوف؟ تشوف الزبل اللي رميته مره اخرى وامثالك. تحيه للناس اللي كيفكروا في الوطن ديالهم، والاخرين كتار مع الاسف. مره كنلقى في الطريق فحال هادي، والعارفين بالامر راه كيعرفوا شنو كتعني هادي. يعني ملي تلقى هادي في مكان فحال هاد الشكل هذا، معناه الشباب ديالنا راه كياكل الدق. با بلاد زينه، الشعب مزيان، واحد العينه منه فاسده الله يهديها، ونتعاونوا جميع على هاد البلاد هادي الا بغينا نعليو الرايه ديالها ونكونوا بين الامم الراقيه. كل شيء كيقول خصنا نوليو مزيانين، مي كومون؟ كيفاش غتولي مزيان؟ خاص هذا شويه من عنده، هذا شويه من عنده. انا بصراحه ملي كنشوف هذا الكم الهائل ديال القزادر السيارات زعما، كنشوف شحال كيكونسومي ديال الكاربيرون. كاين بنادم كيبقى طالع هابط في البولفار، طالع هابط كيحرق جو مو دوموند، واش فعلا المغرب بلد فقير؟ تساؤل. هي بعض المرات كيجيني بحال شعور ب ما نعرف، البلاد ديالي تالمون عزيزه عليا لدرجه ان كنقول علاش نكون ما نكونوش احسن من هذا الشيء اللي حنا فيه دابا. الا كان شي واحد كيعجبو يشوف داك المتسكعين في الطريق، فانا بحق ملي كنشوف شي شمكار كنقول هذاك ضحيه، شي واحد دالو، لان مخلوق. هاد الارض تبارك الله راه تهز المئات الملايين، ماشي غير هاد البركه اللي حنا عايشين. خرج المغرب تسارع طول وعرض، وغادي تعرف الحجم ديالو قداش. تحياتي.